the officials for Team Egypt. Official A, Nourdine Abu Zeid. Official B, Carlos Pasto. Official C, Hani El Fakharani. Official D, Muhammad Shawi. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، محبي وعشاق كرة اليد المصرية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم من داخل استوديوهاتنا بقناة النادي الأهلي للوصف التفصيلي والتعليق على مباراة افتتاح بطولة أفريقيا للمنتخبات للأمم للمنتخبات رقم 26 اللي بتقام على أرض مصر في مجمع الصلاة باستاد القاهرة الدولي على صالة واحد وصالة اثنين بمشاركة 16 فريق من أفريقيا. منتخب مصر هيلعب اليوم مع منتخب غينيا المباراة الافتتاحية. على مدار اليوم أقيمت أكثر من مباراة في المجموعات الأخرى. المجموعة الأولى أقيمت مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا وانتهت بفوز الكونغو الديمقراطية 40-21. كاب فيرد الراس الأخضر ورواندا 52-27 كاب فيرد. المجموعة الثانية اللي بتضم مصر والكاميرون والكونغو برازافيل وغينيا، الكاميرون لعبت مع الكونغو برازافيل، الكاميرون كسبت 25-21. المجموعة الثالثة أقيمت مباراة الجزائر والجابون 31-27 للجزائر، المغرب وليبيا 30-25 لليبيا. المجموعة الرابعة تونس وكينيا، فوز تونس منتخب تونس العائد بقوة 59-18. وأخيرا أنجولا ونيجيريا انتهت بفوز نيجيريا 26-24. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والسلام الوطني لغينيا. لسماء السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. نطلب حضراتكم مع السلام الوطني. لجمهورية غينيا.
قلبي وفؤادي بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية. نبدأ أعزائي المشاهدين على بركة الله اليوم أولى مباريات المنتخب الوطني المصري لكرة اليد ببطولة الأمم الأفريقية رقم 26 المؤهلة لكأس العالم 2025، واللي بيتأهل مباشرة حامل لقب هذه البطولة لأولمبياد باريس. منتخب مصر اليوم هيلعب مع منتخب غينيا. بيمثل منتخب مصر اليوم يحيى خالد رقم 5، عبد الرحمن فيصل رقم 10، أحمد خيري رقم 17، خالد وليد رقم 18، إبراهيم المصري رقم 24، يحيى الدرع رقم 39، سيف الدرع رقم 45، مهاب سعيد رقم 48، أكرم يسري رقم 53، أحمد هشام سيسا رقم 79، أحمد عادل رقم 80، كريم هنداوي في حراسة المرمى رقم 88، محمد ممدوح هاشم رقم 89، النجم علي زين رقم 90، محمد سند رقم 91، محمد علي رقم 92. الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب مصر اليوم الأسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني، كابتن هاني الفخراني المدرب العام، الكابتن نور أبو زيد مدير الفريق، الأسباني مانويل سييرا مدرب حراس المرمى، دكتور محمد شوقي طبيب الفريق، كابتن محمد إمام المحلل الفني، الأسباني إدوار سكياردو محلل الأداء، مانويل أورتيجا المعد البدني، ومحمود سعيد إداري الفريق. بيمثل اليوم منتخب غينيا ديالو إبراهيم رقم 1، ديسيكو سامبو رقم 7، باراجي عمر رقم 10، ليليان باسكا رقم 17، أجيري كوريشير رقم 19، بريان رقم 24، بوبو رقم 29، لامين سيال رقم 70، ميشي أوبونو رقم 77، بيان جابيا رقم 94، روبينز رقم 95، مانو رقم 97، وبيتر رقم 28. المدير الفني لمنتخب غينيا لاجا إبراهيم، سيدوب موسى مدرب العام، كمارا مليك مدرب، حمدي بن الرايس المعد البدني. يشارك في البطولة أعزائي المشاهدين 16 فريق أفريقي. المجموعة الأولى بتضم كاب فيرد الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا. المجموعة الثانية بتضم مصر وغينيا والكاميرون والكونغو. المجموعة الثالثة بتضم المغرب والجزائر والجابون وليبيا. المجموعة الرابعة بتضم تونس، أنغولا، نيجيريا وكينيا. على بركة الله أعزائي المشاهدين هنبتدي مباراة اليوم. بيمثل منتخب مصر في بداية المباراة يحيى الدرع، أحمد عادل، محمد سند، يحيى خالد، علي زين، وأحمد هشام سيسا. هجمة مع منتخب مصر، سند ليحيى الدرع، يحيى خالد لعلي زين، الدرع علي زين ليحيى الدرع، محاولة اختراق من يحيى الدرع ليحيى خالد، تتقطع. هجمة لغينيا، هجمة لغينيا، بوبو للاعب رقم 77 ميشي لبوبو في السنتر هاف. بوبو ميشي يطلع وينج ليفت رقم 24 بريان لبوبو،
ومحاولة تسديد ويتصدى. يتصدى كريم هنداوي. هجمة مع منتخب مصر. يحيى الدرع. ورمية حرة. طاقم التحكيم اليوم من الجزائر يوسف بالخيري وسعيد علي حمدي. هجمة مع منتخب مصر. زين للدرع ليحيى خالد. يخرج أحمد عادل من على الدايرة. علي زين ينزل تاني أحمد عادل على الدايرة. علي زين ومحاولة اختراق. دفاع قوي من منتخب غينيا. يجيبها يحيى الدرع مرة تانية ليحيى خالد. يحيى خالد ومحاولة اختراق ليحيى الدرع. علي زين والهدف الأول. الهدف الأول لمنتخب مصر. علي زين. 1 مصر لا شيء غينيا. هجمة مع منتخب غينيا. 29 بوبو في مركز السنتر هاف. 24 بريان. نزل اللاعب رقم 77 مركز الباك ليفت. اللاعب ميشي. يطلع لاعب الدايرة رقم 7 سامبو. محاولة اختراق منتخب غينيا. دفاع قوي من منتخب مصر. ينزل على الدايرة وتصدي من كريم هنداوي. هدف. الهدف الأول لمنتخب غينيا. يحرزه لاعب الدايرة رقم 7 سامبو. هجمة لمنتخب مصر. يحيى خالد. رمية حرة. أحمد عادل على التنفيذ. يحيى الدرع لعلي زين. لعلي زين مرة تانية ليحيى الدرع. دفاع متقدم من منتخب غينيا. ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار ينجح أحمد عادل في الحصول عليها. ينزل إبراهيم المصري في الدفاع. محمد سند. سند. يلا يا سند. سند والهدف الثاني. الهدف الثاني. تطور كبير أعزائي المشاهدين في مستويات المنتخبات الأفريقية. عودة قوية لمنتخب تونس. هجمة مع غينيا. ميشي ل 29 بابو للاعب الدايره رقم 7 اللي احرز الهدف. لميشي لبوبو محاوله اختراق. ينزل على الدايره يقطعها يحيى خالد لابراهيم المصري ليحيى لعلي زين ليحيى الدرع. هجمه مرتده سريعه. يحيى خالد. علي زين واسيست رائع. اسيست رائع من علي زين لأحمد هشام سيسا من مركز ليفت وينج. يحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر. أسيست عالي من علي زين. وزي ما حضراتكم شايفين كابتن هاني الفخراني مستر خوان كارلوس باستور المدير الفني. وزي ما شفنا في اللقاءات قبل المباراة كلام اللاعبين إن هناخد البطولة ستيب باي ستيب مباراة مباراة. هجمة مع منتخب غينيا رقم 29 وبلوك ناجح من إبراهيم المصري. رمية جانب. رمية جانب. لاعب الدايرة ليليان. ليليان باسكو ومحاولة تسديد. ينزل على الدايرة ميشي يقطعها. علي زين. هجمة مع منتخب مصر. يحيى الدرع. يحيى الدرع ومحاولة ليحيى خالد. يسدد يحيى خالد. انذار. انذار للاعب غينيا اللاعب رقم 24 بريان. أحمد عادل ينزل على الدايرة. علي زين. يحيى الدرع.
يحيى خالد، علي زين ليحيى الدرع مرة تانية، لعلي زين مرة تانية، وتبادل مراكز. علي زين، يحيى الدرع، يحيى خالد، واختراق من يحيى خالد، والهدف الرابع لمنتخب مصر. 6 دقائق 40 ثانية، 4-1 لمنتخب مصر. الهجمة مع منتخب غينيا، مشي ل 24 بريان للاعب الوينج رايت، للسنتر هاف 29 بابو، محاولة اختراق من بريان، وتسديدة وهدف، تسديدة وهدف، هدف للاعب رقم 29 بوبو. هجمة مع منتخب مصر، ومحاولة اختراق، يحيى الدرع، يحيى الدرع، الهدف رقم 5 لمنتخب مصر، يحيى الدرع واختراق وهدف. خمسة اتنين لصالح منتخب مصر. زي ما حضراتكم عارفين، بتتصدر تونس قائمة الفرق الحاصلة على اللقب بعشر ألقاب، منتخب مصر 8 ألقاب، والمنتخب الجزائري 7 ألقاب. هجمة وتسديدة وتصدي، تصدي من كريم هنداوي، هجمة، يحيى الدرع، علي زين، يلا يا شباب، ليحيى خالد، ومحاولة اختراق من يحيى خالد لمحمد سند، ليحيى خالد مرة تانية. 8 دقائق 26 ثانية، 5-2 لصالح منتخب مصر. يحيى خالد لعلي زين، ليحيى الدرع، العلي زين، وهدف، هدف لصالح منتخب مصر. أحمد عادل لاعب النادي الأهلي، لاعب الدايرة، يحرز الهدف رقم 6. 6-2 لصالح منتخب مصر. هجمة مع منتخب غينيا، بوبو 77 مشي، سوري عفوا، ل 29 بوبو، مركز السنتر هاف، للاعب الدايره رقم 7 سامبو، ومحاوله اختراق ورميه 7 امتار على احمد هشام سيسا لصالح اللاعب رقم 19 لاعب منتخب غينيا، اللاعب كورشيه اجي، وعلى التسديد اللاعب رقم 97 ليبون، ليبون، يتصدى كريم هنداوي، يتصدى كريم هنداوي. هجمة مع منتخب مصر، يقطع أحمد هشام سيسا، وأسيست من، أسيست من يحيى خالد لأحمد هشام سيسا اللي قطع على الدايرة، استلم وأحرز الهدف السابع. 7 منتخب مصر 2 منتخب غينيا. المباراة الافتتاحية لبطولة أفريقيا للأمم رقم 26، تصدي وهجمة مع منتخب مصر، علي زين ليحيى الدرع، عالدايرة، عالدايرة، عالدايرة لمحمد سند، محمد سند يحرز الهدف الثاني. زي ما شفتوا حضراتكم، هجمة قطع الوينج ليفت أحمد هشام سيسا، والهجمة الثانية قطع عالدايرة محمد سند، هدفين ولكن بتختلف المراكز، هدفين من نفس المكان بنفس القطعة. تايم اوت، تايم اوت يطلبه المدير الفني لمنتخب غينيا لاجا ابراهيم. هنشوف حضراتكم بعد انتهاء التايم اوت، الوقت المستقطع اللي اخده المدير الفني لمنتخب غينيا، ايه اللي هيتقال وايه اللي هيقوله مستر خوان كارلوس للاعبي منتخب مصر. لازم نكمل ولازم ندوس
ولازم ندي انذار شديد اللهجه لجميع الفرق ان منتخب مصر من المباراه الاولى حاضر بقوه وعينه على اللقب اللي بيحمل لقبه اخر نسختين. منتخب مصر حصل على اللقب اخر نسختين. هذا الجيل من اللاعبين عاوزين ياخدوا البطولة الثالثة. تاريخ بيكتبوا تاريخ هذا الجيل من اللاعبين. هجمة مع منتخب غينيا 29 بوبو ل 77 ميشي لمشي مرة تانية. دفاع قوي من منتخب مصر. إبراهيم المصري وعلي زين دفاع قوي. مشي وتسديد وهدف هدف هدف اللاعب رقم 19 كورشي لاعب منتخب غينيا 8-3. يقطع الدايرة يحيى الدرع يحيى الدرع ويحيى خالد. هدف بطريقة جمالية علقها له علقها له يحيى خالد ليحيى الدرع اللي قطع من خارج منطقة 6 متر وأحرز الهدف لمنتخب مصر. تركيز يا جماعة تركيز تركيز من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر. من أول يوم منتخب مصر بيستعد للبطولة منذ شهرين. أقام معسكر في ألمانيا وأقام معسكر في الدنمارك. شارك في بطولة جولدن ليج الكأس الذهبية. فاز على منتخب هولندا 39-28 وانهزم من منتخب الدنمارك 30-28 وكسب منتخب النرويج لأول مرة في تاريخ مواجهات منتخبات مصر والنرويج. منتخب مصر يفوز على منتخب النرويج 28-23. ثم مباراة قبل البطولة مع الكونغو الديمقراطية زي ما شفنا حضراتكم. يحيى خالد يحيى الدرع ليحيى خالد اللي أحرز الهدف رقم 10 لمنتخب مصر. 12 دقيقة و42 ثانية زي ما حضراتكم شايفين. روتيشن بقى الروتيشن اللي هيعمله مستر خوان كارلوس مع لاعبي منتخب مصر على مدار المباراة بل على مدار المباريات البطولة بالكامل. 6 مباريات إن شاء الله حتى الوصول للنهائي. بتسخن لاعبي منتخب مصر. يخرج إبراهيم المصري في الدفاع وينزل أحمد عادل على الدايرة. هجمة مع منتخب مصر. دفاع 6-0 من منتخب غينيا. يحيى الدرع علي زين لأحمد عادل واستبعاد لمدة 2 دقيقة زي ما شفنا إشارة الحكم للاعب رقم 19 أدجي كورشي لاعب منتخب غينيا. لاعب خطير تطور تطور كتير جدا منتخب غينيا. تطورت جميع منتخبات أفريقيا في كرة اليد لكن على مستوى المنتخبات الوطنية المصرية طفرة كبيرة جدا على مستوى الناشئين وعلى مستوى الفريق الأول للمنتخبات المصرية. أحمد هشام سيسا والهدف رقم 11 11-3 11-3 لصالح المنتخب الوطني المصري. أحمد هشام سيسا بأسيست من علي زين زي ما حضراتكم شايفين. تعليمات من مستر خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر. هجمة مع فريق غينيا اللي بيلعب ناقص لاعب ومرمى المرمى خالي مرمى غينيا خالي. هجمة مع منتخب غينيا لاعب رقم 28 محاولة اختراق و
خطأ عكسي. يحيى الدرع، علي زين، يحيى الدرع، يخرج إبراهيم المصري، ينزل أحمد عادل على الدايرة، يحيى خالد وأسيست، أسيست لمحمد سند اللي عاوز يديها ليحيى الدرع تاني، يقطع يحيى الدرع على الدايرة تاني لكن ما ربطش معاه يحيى الدرع. رمية جانب لصالح المنتخب الغيني، هجمة مع منتخب غينيا، بابو ل 29 بوبو للوينج ليفت، رقم 24 بريان ل 77 ميشي للوينج رايت، رقم 95 روبين، وتصدي، تصدي من كريم هنداوي، هجمة سريعة يحيى الدرع، علي زين ليحيى الدرع مرة تانية ليحيى خالد، ثلاثي الخط الخلفي، يقطع إبراهيم المصري، ولكن إشارة، إشارة من حكم المباراة الجزائري سعيد علي الحمدي إن إبراهيم المصري قطع من جوه الدايرة. هجمة مع منتخب غينيا اللي بيكتمل صفوفه، بتكتمل صفوف منتخب غينيا، 77 ميشي ل 19 اللي كان مستبعد لمدة دقيقتين كورشي أجي للاعب الدايرة رقم 7 سامبو، ومحاولة اختراق وتسديد وخطأ، رمية حرة على إبراهيم المصري، دفاع قوي، دفاع قوي من إبراهيم المصري. إبراهيم المصري مصنف من أحسن اللاعبين المدافعين، أربع لاعبين مدافعين على مستوى العالم. هجمة مع منتخب غينيا وتسديدة، رمية مرمى، كريم هنداوي ليحيى الدرع لعلي زين، ينزل إبراهيم المصري على الدايرة، يحيى خالد لعلي زين، توقف الهجمة، يخرج يحيى خالد ويخرج علي زين. ادي حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين عملية الروتيشن اللي بيقوم بيها مستر خوان كارلوس باستور، ينزل عبد الرحمن فيصل في مركز ليفت باك، وينزل احمد خيري في مركز سنتر هاف، وينزل اللاعب الناشئ مهاب سعيد اللاعب المحترف في نيم الفرنسي. هدف، هدف عبد الرحمن فيصل، عبد الرحمن فيصل، احمد خيري اسيست لعبد الرحمن فيصل، وينزل محمد ممدوح هاشم على الدايره. بكده تشكيله منتخب مصر اللي في الملعب، سيف الدرع واحمد خيري، عبد الرحمن فيصل، مهاب سعيد، و اكرم، واكرم يسري، عفوا خالد وليد، ومحمد سند في حراسة المرمى، كريم هنداوي، هجمة تسديدة، رمية مرمى، رمية مرمى، كريم هنداوي لأحمد خيري، عبد الرحمن فيصل، وتسديدة وتصدي من حارس المرمى، تصدي من حارس المرمى. هجمة، هجمة مع منتخب غينيا، 12-3 لصالح منتخب مصر، 19 دقيقة و10 ثواني من أحداث الشوط الأول، مباراة المنتخب الوطني المصري الأول ومنتخب غينيا، افتتاح بطولة أفريقيا للأمم رقم 26 اللي بتقام على أرض مصر بمجمع الصلاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 17 ل 27 يناير. رمية مرمى، برعاية
فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختراق من عبد الرحمن فيصل ويحرز الهدف رقم 13، 13-3 لصالح منتخب مصر. تركيز كبير من اللاعبين، سواء اللاعبين اللي بدأوا المباراة أو اللي تم استبدالهم ابتداء من الدقيقة 17 في عملية الروتيشن اللي بيعملها مستر خوان كارلوس لتوزيع جهد المباراة على جميع اللاعبين. هجمة مع منتخب غينيا، 28 بيتر وتسديد وبلوك، بلوك ناجح من خالد وليد، احمد خيري، اسيست السند من مهاب سعيد لاعب منتخب مصر المحترف في نيم الفرنسي. هدف لصالح منتخب مصر زي ما حضراتكم شايفين. مستر خوان كارلوس بيقول للعيبة ان باص بسرعة ودي على الوينجات، وزي ما حضراتكم متابعين معانا منتخب مصر احرز اكتر من هدف عن طريق لاعبي الوينج سواء في الرايت او في الليفت. هجمة مع منتخب غينيا، طاقم تحكيم جزائري بقيادة يوسف بالخيري وسعيد علي حمدي، اختراق وتصدي من كريم هنداوي، ولا يجيبها اللاعب رقم 24 بريان اللي يحرز الهدف رقم 4. 14 منتخب مصر، 4 منتخب غينيا. فيصل لأكرم يسري، يحيى خالد وليد، يخرج خالد وليد، مهاب سعيد لاعب رايت باك منتخب مصر، احمد خيري تبادل مراكز، احمد خيري لاعب سنتر هاف لمهاب سعيد، لاحمد خيري لاعب النادي الاهلي، عبد الرحمن فيصل ورميه حره من منطقه التسع امتار، محمد ممدوح هاشم، احمد خيري، عبد الرحمن فيصل لمهاب سعيد، وإشارة لعب سلبي، أربع تمريرات وفقا ويقطع محمد سند زي ما قلنا حضراتكم. الوينجات سواء في الرايت أو الليفت، سيسا ومحمد سند زي ما حضراتكم شايفين. الراجل بيشاور له، أنا قلت كده، واللاعبين ملتزمين بتنفيذ تعليمات المدير الفني. 15-4 لصالح منتخب مصر، 23 دقيقة. هجمة مع منتخب غينيا، اللاعب رقم 28 بوبو، تسديد خارج المرمى، رمية مرمى. هجمة مع منتخب مصر، اللاعب 28 بيتر، رمية جانب، رمية حرة. مخالفة على حارس المرمى، طلع الكرة بالقدم. أحمد خيري، عبد الرحمن فيصل، مهاب سعيد، مهاب وخطأ عكسي على محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر وبوخارست الروماني. هجمة مع منتخب غينيا، 24 بريان ل 19 أدجي، كروشير أدجي لاعب خطير، للاعب رقم 77 ميشي، ل 28 بيتر، للاعب الوينج رايت
اللاعب رقم 97 ليبوم مانو اللي بيحرز الهدف رقم 5 لمنتخب غينيا. هجمة سريعة ورمية 7 أمتار لعبد الرحمن فيصل واستبعاد لمدة دقيقتين على لاعب رقم 77 ديفيد ماشي لاعب منتخب غينيا. تدخل قوي داخل منطقة 6 أمتار، رمية 7 أمتار محمد سند. محمد سند والهدف رقم 16. 16 منتخب مصر، 5 منتخب غينيا. بيلعب منتخب غينيا ناقص لاعب لاستبعاد اللاعب رقم 77 ديفيد ماشي. يخرج حارس المرمى لتعويض النقص العددي. مرمى منتخب غينيا خالي. دقيقة 20 ثانية ويكتمل منتخب غينيا. محاولة اختراق، تدخل قوي من خالد وليد، دفاع قوي من خالد وليد. رمية حرة على التنفيذ سامبو سيسيكو سامبو لاعب الدايرة. إشارة لعب سلبي، تسديد وتصدي من كريم هنداوي لمها لاعب الدايرة رقم 7 سيسيكو سامبو. 16-6 لصالح منتخب مصر. مهاب سعيد 25 دقيقة 50 ثانية على نهاية أحداث الشوط الأول. ينزل على الدايرة محمد ممدوح هاشم، أحمد خيري، مهاب سعيد، تبادل مراكز، محمد سند، مهاب سعيد، وتسديدة قوية قوية من مهاب سعيد. مهاب سعيد لاعب منتخب مصر المحترف في نيم الفرنسي. تسديدة قوية على يسار حارس المرمى. 17-6 لصالح منتخب مصر. ينزل لأول مرة اللاعب رقم 10 عمر باراجي لاعب منتخب غينيا. اكتمل منتخب غينيا. 28 بيتر، تسديد، رمية مرمى، كريم هنداوي، هجمة سريعة، أحمد خيري، أحمد مصطفى خيري لعبد الرحمن فيصل. عبد الرحمن علي سيد عبده فيصل. سيف الدرع، سيف الدرع، محمد ممدوح هاشم، أحمد خيري، مهاب سعيد لفيصل. ينزل على الدايرة لمحمد ممدوح هاشم، معرفش يستلمها، طويلة على محمد ممدوح هاشم. نرجع للدفاع، ينزل خالد وليد ويخرج محمد سند. ينزل خالد وليد في الدفاع ويخرج محمد سند في الدفاع. هجمة مع منتخب غينيا. عمر ل 28 بيتر، تسديد، تصدي من كريم هنداوي، استبعاد، تدخل قوي في الوجه من محمد ممدوح هاشم. استبعاد لمدة دقيقتين لمحمد ممدوح هاشم. 27 دقيقة 57 ثانية. يكتمل المنتخب مصر في الدقيقة 29 و58 ثانية، يعني قبل نهاية أحداث الشوط الأول بثانيتين. بكده هيكمل منتخب مصر حتى نهاية الشوط الأول بناقص لاعب لاستبعاد محمد ممدوح هاشم. استبعاد آخر من تدخل قوي من عبد الرحمن فيصل مع ديسو اللاعب رقم 24 عفوا اللاعب بيتر. تدخل قوي من عبد الرحمن فيصل، استبعاد لمدة دقيقتين.
سلامات، سلامات للاعب منتخب غينيا رقم 28 بيتر جوردا. زي ما حضراتكم شايفين تدخل قوي من عبد الرحمن فيصل، تدخل قوي، استبعاد لمدة دقيقتين. 17-6 لصالح المنتخب المصري، 28 دقيقة و 30 ثانية، دقيقة ونص أعزائي المشاهدين تفصلنا عن نهاية أحداث الشوط الأول. سيف الدرع، سند، فيصل، فيصل، استبعاد كان لخالد وليد، عفوا تدخل قوي كان من خالد وليد لاعب منتخب مصر، تصدي قوي من كريم هنداوي. خبرة السنين يا جماعة، خبرة السنين كريم هنداوي أحد أفضل حراس المرمى على مستوى أفريقيا. بتتميز المنتخبات الوطنية المصرية بحراس المرمى، كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، والغائبين عن البطولة عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه. أجيال بتسلم بعض في منتخب مصر في حراسة المرمى. هجمة مع منتخب مصر، رمية جانب، سيف الدرع، سيف الدرع لعبد الرحمن فيصل لمهاب سعيد، وإشارة لعب سلبي، تسديدة من هشام سعيد وتصدي من حارس المرمى. هجمة، هجمة، وينتهي أعزائي المشاهدين أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 18-7. شكرا أعزائي المشاهدين، ونلتقي بكم مع أحداث الشوط الثاني، وننتقل الآن مع استوديوهاتنا مع محللنا والكابتن هيثم السعيد واللواء اللواء إبراهيم السيد والكابتن مهند السحيلي. شكرا أعزائي المشاهدين. شكرا كابتن هيثم السعيد، شكرا اللواء ابراهيم السيد، شكرا كابتن مهند السحيلي داخل استوديو التحليلي للمباراه من قناه النادي الاهلي. مره ثانيه اعزائي المشاهدين بنلتقي مع حضراتكم في المباراه الافتتاحيه لبطوله افريقيا للمنتخبات للامم رقم 26 المؤهله لكاس العالم 2025، و اللي بيتأهل بطلها مباشرة لأولمبياد باريس 2026. انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 18-7. زي ما شفنا حضراتكم مع محللنا في الاستوديو إن منتخب مصر بدأ بقوة، ثم أجرى مستر خوان كارلوس باستور عدة تغييرات لعملية الروتيشن بين اللاعبين. تبدأ أعزائي المشاهدين أحداث الشوط الثاني، هجمة مع منتخب غينيا، اللاعب رقم 10 عمر ل 19 كروشيه للاعب الدائرة رقم 7 اللي بيحصل على رمية حرة. سيسيكو سامبو، إشارة لعب سلبي على منتخب غينيا، تسديدة وتصدي، تصدي من كريم هنداوي. هجمة مع النادي، مع منتخب مصر عفوا، يحيى خالد ليحيى الدرع،
ويقطع مرة تانية الأجنحة. الأجنحة يا جماعة كلمة السر في المباراة. زي ما شفنا حضراتكم محللنا نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر اللواء إبراهيم السيد لما قال إن أجنحة منتخب مصر كلمة السر في المباراة، أجنحة منتخب مصر. هجمة مع منتخب غينيا 19-7. عشرة عمر لبيتر، تقع منه الكورة يقطعها سيسا، هجمة سريعة سيسا، أحمد هشام سيسا الهدف رقم 20. 20-7 المنتخب المصري. هجمة مع منتخب غينيا، تصدي من كريم هنداوي من اللاعب رقم 29 بوبو. هجمة وأكرم يسري، تصدي من حارس المرمى. هجمة مرتدة المنتخب غينيا سريعة ويتصدى كريم هنداوي، متألق كريم هنداوي، متألق كريم هنداوي، خبرة كبيرة، خبرة كبيرة في منتخب مصر. يحيى الدرع، يحيى خالد لأكرم يسري ويتصدى حارس المرمى، يتصدى حارس المرمى. هجمة مع منتخب غينيا ويتصدى. مباراة حراس المرمى الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني، شوط بداية لحراس المرمى من المنتخبين كريم هنداوي و جابي بيا. زي ما حضراتكم شايفين الجماهير المصرية في صالة واحد بمجمع الصالات باستاد القاهرة. رمية حرة، استبعاد لمدة دقيقتين على علي زين، تدخل قوي من علي زين زي ما حضراتكم شايفين. حكمنا الجزائري يوسف بالخيري بيقول لعلي زين تدخل قوي في وجه اللاعب. هيلعب منتخب مصر ناقص لمدة دقيقتين، استبعاد علي زين. خلية نحل بتشتغل لتنظيم هذه البطولة منذ الصباح الباكر داخل مجمع الصالات. المهندس عاصم السعداني مدير البطولة وأعضاء الاتحاد المصري. هجمة مع منتخب غينيا، تسديد من لاعب رقم 10 عمر، تصدي من كريم هنداوي المتألق، يلمها إبراهيم المصري، يخرج إبراهيم المصري وينزل أحمد عادل على الدايرة، ويخرج كريم هنداوي وينزل عبد الرحمن فيصل لتعويض النقص العددي في منتخب مصر. دقيقة 27 ثانية ويكتمل منتخب مصر. يحيى الدرع، مرمى منتخب مصر خالي، يحيى الدرع، عبد الرحمن فيصل، وهدف، هدف من عبد الرحمن فيصل، متألق عبد الرحمن فيصل في هذه المباراة. يرجع تاني حكم، طاقم تحكيم جزائري، التحكيم المصري حاضر بقوة في هذه البطولة بطاقمي التحكيم المصري الكابتن حسام معتمد والكابتن علاء حسن اللي حكموا النهاردة مباراة المغرب وليبيا. وطاقم التحكيم المصري هايدي وياسمينة السعيد اللي حكموا النهاردة مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا. يخرج كريم هنداوي 30 ثانية ويكتمل المنتخب المصري. ينزل أحمد هشام سيسا، يحيى الدرع، دفاع 5-1 من منتخب غينيا. يحيى الدرع ليحيى خالد على الدايرة لأحمد عادل، ورمية حرة
دفاع قوي من اللاعب رقم 24 بريان. احمد عادل على التنفيذ، يحيى الدرع لعبد الرحمن فيصل، ليحيى الدرع، يحيى خالد على الدايره لفيصل، اسيست رائع من يحيى خالد لعبد الرحمن فيصل اللي بيقطع من مركز ليفت باك على الدايره ويحرز هدف لمنتخب مصر، الهدف رقم 22. لعبه مكرره زي ما حضراتكم متابعين معانا، اتكررت اللعبه نفس اللعبه مع يحيى الدرع في الشوط الاول، يقطع على الدايره وتتعلق له يحط هدف اختراق ورميه 7 امتار على ابراهيم المصري، رميه 7 امتار للاعب الخطير رقم 19 كروشيه لاعب منتخب غينيا، على التنفيذ اللاعب رقم 97 ليبوم مانو كريم هنداوي، ويحرز ليبو الهدف رقم 7 رقم 8 عفوا لمنتخب غينيا. يخرج ابراهيم المصري في الدفاع في الهجوم وينزل احمد عادل على الدايره، علي زين، يحيى خالد، اكرم يسري، يحيى الدرع، دفاع 5-1 من منتخب غينيا عشاء، احمد عادل على الدايره واسيست من علي زين، اسيست رائع من علي زين لاحمد عادل، احمد عادل مصلحي لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي، لاعب الدايره متالق احمد عادل في الفتره الاخيره، وزي ما حضراتكم شايفين المدرب العام المصري الكابتن هاني الفخراني نجم منتخب مصر والنادي الاهلي، استبعاد لمده 2 دقيقة، تغيير خاطئ على اللاعب رقم 7 سيسيكو سامبو لاعب منتخب غينيا لاعب الدايره، وزي ما حضراتكم شايفين المدير الفني التونسي يوسف بالخير المدير الفني لمنتخب غينيا، هجمه مع منتخب مصر، يحيى خالد ليحيى الدرع، علي زين، تمريرات للاعبي الخط الخلفي لمنتخب مصر، يحيى الدرع واسيست لاحمد هشام سيسا، وتصدي من حارس المرمى روبي، تصدي من حارس المرمى رقم 95 بيري روبي، هجمه مع منتخب غينيا، عمر للاعب رقم 1 ديالو ل 97 مانو، عمر ل 19 اجي كروشيه، اجي لاعب الخطير، تصدي من كريم هنداوي والمرمى خالي، المرمى خالي، كريم هنداوي يحرز، كريم هنداوي المتألق كريم هنداوي يحرز الهدف رقم 23 لمنتخب مصر، زي ما حضراتكم شايفين بيتر يسدد بيتر من خارج منطقة التسع أمتار، يتصدى كريم هنداوي 24-8 لصالح منتخب مصر. منتخب مصر هيلعب في المجموعة اللي بتضم غينيا والكاميرون والكونغو، منتخب مصر هيلعب يوم الجمعة مع منتخب الكونغو ويوم الحد مع منتخب الكاميرون. متوقع في مشوار منتخب مصر حتى النهائي اصطدام مع المنتخب التونسي في مباراة السيمي فاينل، في حالة صعود الفريقين هتكون مباراة قوية ونهائي مبكر للبطولة. يقطع علي زين، يحيى خالد، هجمة سريعة، سيسا، أحمد هشام سيسا، أسيست من يحيى خالد لأحمد هشام سيسا المتألق اللي بيحرز الهدف رقم 25 25-8 لصالح منتخب مصر. زي ما حضراتكم شايفين علي زين نجم منتخب مصر و
دينامو بوخارست الروماني ولاعب برشلونة الأسباني السابق. هجمة مع منتخب غينيا يكتمل منتخب مصر ويكتمل منتخب غينيا. بيتر ل 19 كروشيه لعمر رقم 10 لكروشير لبيتر. خطير تسديدة من بيتر وتصدي من كريم هنداوي المتألق. رمية مرمى رمية مرمى المنتخب المصري كريم هنداوي. علي زين ينزل أحمد خيري يخرج يحيى خالد وينزل مهاب سعيد ينزل على الدايرة أحمد عادل ويخرج أحمد هشام سيسا وينزل في مركز الوينج ليفت سيف الدرع. ميزة من مميزات المنتخب المصري إن لاعبي الخط الخلفي جميع لاعبي الخط الخلفي بيلعبوا في أي مركز في الملعب ودي ميزة قوية جدا. تتقطع هجمة مرتدة المنتخب غينيا. عمر تسديدة وكريم هنداوي المتألق. كريم هنداوي المتألق. أحمد مصطفى خيري علي زين علي زين علي زين. هدف 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 من علي زين. 26-8 26-8 المنتخب مصر. تركيز عالي من جميع اللاعبين. إشارة وتحذير قوي لجميع فرق البطولة من المنتخب المصري. تركيز من المباراة الأولى لحصد اللقب اللي منتخب مصر بيدافع عن لقبه اللي أحرزه آخر نسختين. هجمة مع منتخب غينيا. 29 بوبو ل 17 اللاعب الخطير باسكا ليليان. علي زين مهاب سعيد أكرم علي زين أحمد خيري ينزل خالد وليد على الدايرة يخرج خالد وليد وينزل أحمد محمد ممدوح هاشم. اختراق من أكرم يسري يحرز أكرم يسري أكرم يسري يحرز الهدف الأول ليه بعد ثلاث محاولات. 26-8 26-8 لصالح المنتخب المصري. 12 دقيقة و40 ثانية افتتاح بطولة أفريقيا للأمم رقم 26 اللي بتحتضنها مصر بمجمع الصلاة باستاد القاهرة. اهتمام قوي من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بتنظيم البطولة ودعم قوي من السيد الدكتور خالد عبد العزيز السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي حضر بالأمس تدريب الفريق واطمأن على جميع الترتيبات لافتتاح البطولة بدعم كامل من السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هجمة مع منتخب مصر. أحمد خيري فيصل لأحمد خيري تبادل مراكز. مهاب سعيد وادي مستر خوان كارلوس باستور وتعليمات لعلي زين. اختراق من أحمد خيري مهاب لفيصل لخيري مرة تانية لفيصل لمهاب سعيد لأكرم يسري. أكرم يسري ويتصدى حارس المرمى حارس المرمى رقم 17 عفوا رقم 95 روبين. أحمد خيري لسيف الدرع. أحمد خيري عبد الرحمن فيصل وتصدي من حارس المرمى يلمها سيف الدرع. تألق من حراس المرمى كريم هنداوي وحراس وحارس مرمى غينيا. أحمد خيري مهاب سعيد أكرم يسري على الدايرة محمد ممدوح هاشم
هجمة مع منتخب مصر. عبد الرحمن فيصل، مهاب سعيد، وتسديدة قوية من مهاب سعيد، وتصدي من حارس المرمى، تصدي من حارس المرمى روبي. هجمة عالدايرة، عالدايرة، ورمية مرمى. هجمة سريعة لمنتخب مصر، فيصل لخيري لمهاب، مهاب سعيد، مهاب سعيد لاعب الرايت باك لمنتخب مصر، يحرز الهدف رقم 29. ثمانية وعشرين ثمانية لصالح منتخب مصر. وقت مستقطع لمنتخب غينيا، يطلبه المدير الفني التونسي يوسف بالخير، المدير الفني لمنتخب غينيا. تاريخ بطولات أمم أفريقيا على مدار تاريخها، تونس 10 ألقاب، أعوام 74 و76 و79 و94 و98 و2002 و2006 2010 2012 و2018. المنتخب المصري 8 ألقاب، 91 92 2000 2004 2008 2016 2020 و 2022 آخر نسختين بيحصل عليها المنتخب المصري. منتخب الجزائر بسبع ألقاب، 81 83 85 87 89 96 و 2014. عشر دول على مستوى قارة أفريقيا تشرفت بتنظيم العرس الأفريقي، مصر وتونس والجزائر والمغرب، أنجولا والكونغو برازافيل، كوتيفوار وبنين، جنوب أفريقيا والجابون 2018. تصدي من كريم هنداوي المتألق، هجمة مع منتخب مصر، أحمد خيري لمهاب سعيد، 16 دقيقة، 28-8 لصالح المنتخب المصري، رمية حرة، رمية 9 أمتار لأحمد مصطفى خيري لاعب سنتر هاف منتخب مصر، ينزل على الدايرة محمد ممدوح هاشم، عبد الرحمن فيصل لخيري، يقطع على الدايرة سيف الدرع الأجنحة زي ما حضراتكم شايفين، يقطع من داخل منطقة الستة أمتار، رمية حرة على منتخب مصر، طاقم تحكيم جزائري يوسف بالخير بالخيري وسعيد علي حمدي، رمية حرة لكروشيه لاعب منتخب غينيا، كروشيه تسعتاشر، كروشيه هدف، هدف للاعب رقم 77 ايبونوم ديفيد ميشيه، ديفيد ميشيه، وتسديده من محمد ممدوح هاشم، وتصدي من حارس المرمى روبي، تألق من حارسي المرمى. على الرغم من تفوق المنتخب المصري 28-9 إلا إن حارس مرمى منتخب غينيا تصدى لأكثر من كورة، شوط حراس المرمى، تسديدة قوية، تسديدة قوية من عبد الرحمن فيصل على يمين حارس المرمى، 29-9 يقطع الدايرة، اللاعب رقم واحد ديالو تتقطع، وهاب سعيد، هجمة سريعة لمنتخب مصر، أكرم يسري، أحمد خيري، عبد الرحمن فيصل، سيف الدرع ومخالفة على خالد وليد لاعب منتخب مصر ولاعب الدايرة، هجمة مع منتخب غينيا، بوبو ل 19، كروشيه ينزل على الدايرة
رقم 7 سامبو سيسيكو، سيسيكو سامبو، هجمة مع منتخب غينيا. 29 بوبو يقطعها، يقطعها سيف الدرع، رمية جانب لمنتخب غينيا، هجمة مع منتخب غينيا وتسديدة وتصدي للمتألق كريم هنداوي، يقطعها اللاعب رقم 29 بوبو، هجمة سريعة لمنتخب غينيا وتصدي، تصدي ورمية مرمى، تصدي من كريم هنداوي، متألق كريم هنداوي، متألق كريم هنداوي منذ بداية المباراة وبالأخص مع بداية أحداث الشوط الثاني، تألق لحارسي المرمى كريم هنداوي وروبي حارس مرمى غينيا. هجمة مع المنتخب المصري، أكرم يسري، أحمد خيري، محمد ممدوح هاشم، هاشم لمهاب، لفيصل، لخيري، لاعبي الخط الخلفي فيصل وخيري ومهاب سعيد، فيصل لخيري، لفيصل مرة تانية، لخيري، محاولة اختراق من أحمد خيري ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار على كروشيه لاعب منتخب غينيا وحارس المرمى، حارس المرمى روبي، أكرم، أكرم وتصدي، تصدي من المتألق، متألق حارس مرمى غينيا روبين بيري روبين. هجمة مع منتخب غينيا، هجمة مع منتخب غينيا، تصدى لرمية 7 أمتار من لاعب منتخب مصر أكرم يسري اللي أحرز هدف من 5 محاولات، تصدى ليها حارس المرمى. هجمة مع منتخب غينيا، كروشيه لهدف، هدف، 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 تسديدة قوية من اللاعب رقم 29 توري بوبو. هجمة فيصل وخطأ عكسي، خطأ عكسي، سريعة يقطعها كريم هنداوي، أحمد خيري، أحمد خيري، هجمة منظمة و وقت مستقطع، وقت مستقطع للمنتخب المصري يطلبه المدير الفني، المدير الفني لمنتخب مصر مستر خوان كارلوس باستور. هنشوف حضراتكم ايه اللي هيقوله مستر خوان كارلوس على الرغم من تقدم المنتخب المصري، لكن مستر خوان كارلوس بيطالب اللاعبين باستمرار التركيز والجدية. نكمل زي ما حضراتكم سامعين كابتن هاني الفخراني وتعليمات للاعبين، نكمل 9 دقايق، نكمل، لازم نكمل بنفس المستوى ونفس التركيز. انذار من منتخب مصر لجميع منتخبات البطولة. نرجع أعزائي المشاهدين لأحداث المباراة، 21 دقيقة و22 ثانية من أحداث الشوط الثاني، 9 دقايق على نهاية الشوط الثاني والمباراة، 29-10 للمنتخب المصري. أحمد خيري لمحمد ممدوح هاشم، تصدي من حارس المرمى روبي، هجمة مع منتخب غينيا، تسديدة قوية، كريم هنداوي المتألق، أحمد خيري على الدايرة لممدوح هاشم، رمية حرة لصالح المنتخب المصري من على منطقة 9 أمتار، خيري لمهاب سعيد، لخيري، لفيصل،
خط الخلفي فيس خيري على الدايره لهاشم ورميه 7 امتار وتصدي من حارس المرمى المدير الفني لمنتخب غينيا التونسي يوسف بالخير. مستر خوان كارلوس مهاب سعيد، مهاب سعيد على التنفيذ ويحرز مهاب سعيد. مهاب سعيد لاعب منتخب مصر ونيم الفرنسي المحترف في نيم الفرنسي، لاعب النادي الاهلي السابق اللي بيخوض رحلة الاحتراف، لاعب مواليد 2001 حصل على كأس العالم مع منتخب مواليد 2000، هجمة مع منتخب غينيا 30-10 لصالح المنتخب المصري، هجمة مع منتخب غينيا وعمر وتسديد من كريم هنداوي ل 29 بوبو توري اللي بيلم الكورة ويحرز الهدف رقم 11. هجمة لمنتخب مصر، مهاب لفيصل لأحمد مصطفى خيري، يخرج يحيى خالد، يخرج عفوا خالد وليد، ينزل ممدوح هاشم على الدايرة، خيري فيصل يطلع سيف الدرع تبديل مراكز، سيف الدرع مرة تانية، مهاب سعيد، مهاب سعيد تسديدة صاروخية على يمين حارس المرمى ما يشوفهاش. مهاب سعيد 31-11 اختراق وخطأ عكسي، رمية حرة، هجمة سريعة، مهاب لخيري، خيري لفيصل، يخترق فيصل ويحرز الهدف رقم 32-11 لصالح المنتخب المصري. عبد الرحمن فيصل هجمة مع منتخب غينيا، كروشيه لتوريه لكروشيه للاعب الدايرة رقم 7 سامبو على الدايرة، سامبو يحرز الهدف رقم 12، لاعب الدايرة الغيني سيسيكو، سيسيكو سامبو، أحمد مصطفى خيري، مهاب سعيد، مهاب سعيد وتصدي من حارس المرمى، رمية حرة، رمية حرة على منتخب غينيا على كروشيه اللاعب رقم 19، خالد وليد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، حكمنا الدولي التونسي يوسف بالخيري وسعيد علي حمدي، رمية حرة للمنتخب المصري، هاشم لخيري لمهاب فيصل ليحيى لسيف الدرع، احمد مصطفى خيري على الدايره لمحمد ممدوح هاشم، دفاع قوي من مانو لبو مانو، اشاره لعب سلبي على المنتخب المصري، 4 تمريرات تتقطع، هجمه مرتده، هجمه مرتده لمنتخب غينيا 97 رميه مرمى، مانو لبو مانو رمية مرمى المنتخب المصري، أحمد مصطفى خيري الفيصل، فيصل فيصل خارج المرمى رمية مرمى، هجمة سريعة لمنتخب غينيا يحرز هدف، عمر اللاعب رقم 10 رقم 1 عفوا ديالو، ديالو يحرز الهدف لمنتخب غينيا، هجمة مع المنتخب المصري، سيف، سيف الدرع
خيري لفيصل، لخيري لفيصل، سيف الدرع لاحمد خيري، لسيف الدرع مره ثانيه على الدايره لممدوح هاشم، تتقطع بيقطعها عمر رقم 10 ل 29 توري. هجمه منظمه، هجمه منظمه للمنتخب الغيني. توري، توري لاعب السنتر هاف لمنتخب غينيا ل 19 كروشيه، محاولة اختراق ورمية حرة، دفاع قوي من أحمد خيري، رمية حرة من على منطقة التسع أمتار على التنفيذ لاعب الدايرة سيسيكو، اختراق وهدف، هدف 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 لمنتخب غينيا من لاعب رقم 77 ميشيه، ديفيد ميشيه، 14 منتخب غينيا، 32 منتخب مصر، 28 دقيقة و10 ثواني على نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة. خيري، سيف الدرع لخيري، فيصل، فيصل وتسديد وتصدي من حارس المرمى، يلمها أحمد خيري، هجمة تاني مع منتخب مصر، فيصل لخيري، محاولة اختراق لخيري، رمية حرة، رمية حرة، هاشم لخيري، أحمد خيري وتسديد وهدف، كرة صاروخية من أحمد مصطفى خيري المتألق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر على يسار حارس المرمى المتألق روبي، بيري روبي، 32-14، 50 ثانية على أحداث الشوط الثاني والمباراة. هجمة مع منتخب غينيا، محاولة اختراق من ديفيد ميشيه، رمية حرة المنتخب الغيني، 30 ثانية على نهاية الشوط الثاني والمباراة. هجمة مع منتخب غينيا، 32-14 لصالح المنتخب المصري، تسديدة قوية، تسديدة قوية من ديفيد ميشيه، 15 المنتخب الغيني، 32 المنتخب المصري، على الدايرة خالد وليد، يتصدى حارس المرمى خارج المرمى. وبكده اعزائي المشاهدين ينتهي احداث الشوط الثاني والمباراه، مباراه افتتاح بطوله الامم الافريقيه رقم 26 للمنتخبات اللي بتقام على الاراضي المصريه بمجمع الصالات باستاد القاهره، صاله 1 وصاله 2، الفتره من 17 ل 27 بتقدم المنتخب المصري. شكرا اعزائي المشاهدين، ونتمنى أن نلتقي بحضراتكم مع مباريات المنتخب المصري. شكرا أعزائي المشاهدين، وكنت معكم أنا محدثكم عصام منيسي، وأرجو أن نكون قد أسعدناكم. ننتقل أعزائي المشاهدين مع نجومنا في استوديوهاتنا، كابتن هيثم السعيد، اللواء إبراهيم السيد، والنجم الكابتن مهند السحيلي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.